السلام معكم فريد من مدينة أزمور من مواليد ديال 1998 شهر جوج في 13. هذا هو فريد. علاش اعتقلت؟ اعتقلت على سبب بسيط وفي نفس الوقت صعيب. ظلم ما داير والو، الحمد لله راضين بقضاء ديال الله. اللي وقع هو في واحد الليلة كنت خارج من الدار ماشي 10:30 11 طالع غادي عند واحد الصديق ديالي في طريق جديده، كيسكن في طريق جديده وانا كنسكن في درب جديد، خاصني ضروري ندوز من طريق مول الشعيب. الوقت اللي دزت انا من طريق مول الشعيب تلاقيت مع واحد الدري ودريه كانوا بجوج في حاله تخدير مضاربين. دخلت انا باش نفكهم باش نفرقهم، الدريه ما تقدرش عرفني، بجوج كنعرفهم، ما طلي تليفون وما طلي فلوس ديالها، شديتها من عند فلوسه وتليفون الاخر بحال بغى يحيدهم ليا بالعربيه ولا. وريت منها قال انا وياه الدار باش انا وياه تفارقنا باش هو بحالو، انا هو الدار الدريه عطيتهم فلوس وتليفون، عطيتهم الخشم اللي باقا حد الان راه كاين كتكون معاهم في الدار. قلت لها راه ديال الخشك راه اللي كان واقع، اللي كان واقع هو بحالي على الدري. ورجعت للدار الغد ليش كنتفاجئ بيه جا عندي مع الصباح سلام سلام، قال لي انت مشيتي عندك الدريه كنت باغي ندير لها تليفون فلوس، قلت لها سري ديك لاريبي هادي. قلت لها بيناتكم، قلت لها انا ما عنديش شي دخل يعني منك لا ومن لك، انا لا تدخلت في هذاك وما حضرتش في هذاك الوقت منك لا، وكيف لي حضرش راه صافي بنادم، راه اي واحد غيتحط في هذاك الموقف راه غيبغي يدير الخير كيف ما كنقول، ولكن الخير يقدر يرجع لك بمزود. داك الشيء اللي وقع جا عندي قال لي انت ما غادي غنديك معايا للحبس بروده، انا ما بحال ما شمزك شوج، قلت راه ما كاين والو، وبليت شد خلي لي بلان جينا ياش. جاو لي واحد النهار الحناش من بعد ما عادش 26 وما عادش ما قالش بالضبط شحال من النهار، جاو دخلوا لي الدار داوني زيد طن اللي كاين واللي كاين، ملي كنعيط للدريه قالت لي شو هذا الدار، قالت لي لا راه كيضغطوا عليا شي ناس بلا ما نسميهم، احسن حاجه بلا ما نسميهم كنطلب من الله يسامحهم، باقي لحد الان عايشين وواحد منهم ما تلاقيش معاه فاس فاس، ربما هو ما عرفنيش ولكن انا باقي عاقل عليه حيت عرف شو واش داير معايا. هادشي اللي وقع في المحكمه، تعتقلنا ضرب 48 تقدمنا، انا حكم الظروف ما كنتش كنقرا، كنتش كنقرا مزيان ما حضر ما عرفتش واش داروا لي فيه اصلا، جيش بصمت سير مشيت المحكمه كنت تفاجئ بالاقوال ديالي مع عشيره دير لي عشيره سعد قاضي التحقيق قال لي انا ما نشوف شو كول دير كتشوف الدوسي راه تما شهر طلعش هذا الوكيل هاد اللحية الله يرحمه فد كله كدي معاه شي حاجه زوينه كلي كدي معاه شي حاجه خايبه حنا كنطالبوا ليه الرحمه قلبنا بيض غنسامحوا، واصلا داك الشيء هو كيمشي على المعطيات اللي كاينين في الدوسي حيت راه ما يمكنش بنادم يشد عصا وما يعرفش واش غد خاص ديما يبقى شاد بالتوازن وراه كيحكم على الاقوال. دس عاد عطاني 6 سنين الحمد لله، واخا تمسخاش كيف ما نقولوا حيدوا لي من عام سيناف ضربت فيها 5 سنين وخرجت انا الحمد لله بحال ما طرا لي والو، بالعكس سافت كانت مرحله صعيبه في نفس الوقت ولكن زوينه. حنا نعطيك واحد شي طعم الرجوله ما فيش حقره، شي راه تقدر تسمح في حقك فيك ما شنو هو غدير وكان غتسمح في حقك هذيك هي الرجوله شو فهمتيني. اما بنادم لجيتي في هذا الوقت بالاخص في هذا الوقت لجيتي تكون زوين غتصعب لك الحياه، اللهم كون زوين كيف ما كنقولوا الله راه كيساعد اي واحد. في المعقل كانت النوبه الاولى فتره صعيبه الاخص اللي كنت في السجن هنايا كنت في السجن ديال سيدي موسى كانت فتره شويه صعيبه، ولكن ملي مشيت لبن حمد اللي كنوجه التحيه من هذا المنبر سينو الدين كابوري وواحد الموظف اخر اللي كاين في التكوين اللي رجاله الله يعمر هذا وديني خدمته بمعنى الكلمه كنطلبوا لهم التوفيق في المسيره ديالي، كتابة قراءة حب استطلاع عندي في الرصيد ديالي 14 قصيدة، قصيدة موزونة القناة عندها كيف ما كنقولوا غتكون مشروع
عرفتي علاش؟ حيت غتعاود تكون ماشي غتكون داك الشيء خاوي ديال الضحك ولا غيكونوا ميساجات زوينين وغتقدر تكون عندها واحد التأثير على المجتمع. لا ما عنديش ندير بالتفاهات شي حاجه اللي غتكون كما كنقولوا مؤثره ضروري. عرفتي علاش؟ حيت كاينه دابا واحد الدراسات كدار في الدول الاجنبيه كيديروا على الحباسات كتقريش عليهم بزاف كوشو البوراو كيديروا جولات من المدرسه الدراري الصغار كيدخلوهم يشوفوا الحباسات كيديرين باش ياخذوا واحد الفكره باش ما يتحطوش في ذاك الموقع في ذاك الموقف. عفوا انا شوف كيقول لك واحد المثال ديالنا ما كيحس بالمزوده اللي مكوي به. انا كنطلب لهم الصبر حيت الصبر هو مفتاح الفرج. بدره ديال الفرج هي الصبر. بنادم لما صبرش ضروري خصك حيت طعم الرجوله ضروري كيكون في الصبر بالاخص دابا الزمان واعر. الحمد لله بنادم ما عدوش وما خاصوش وعايش كيشقاش خصو يبعد من الحرام. الحرام يحطو في كف والحلال في كف. الله يعفو على بنادم يكون مبلي يكون يشرب يكون يدير اي حاجه الله يعفو عليه. حنا كنطلبوا ليه العفو حيت راه ما يمكنش حتى غتغير واحد ظرف ساعه ولا دقيقه ولا راه الزمان اللي كيغير بنادم وكيصنع الشخصيات. يعني ما نحكموش ما يكونش عندنا واحد الحكم على اي واحد. وكنطلبوا لهم الناس الصبر والفرج يا ربي تفرج عليهم وكنتمنوا لهم اخرهم احسن من اولهم. كلمه اخيره اخويا كنشكر هاد الدري اللي جا عندي يصور معايا كنشكر كاع الناس اللي غيساندوني كاع في القناه ديالي هي فريد ابي اسي حيت واخا غتكون موقف سهل بالنسبه لي راه صعيب انا باش نحط لكم شي حاجه اللي غتكون عندها هدف في المجتمع ويكون عندها ميساج وتكون متقونه كيف ما كنقولوا. وان شاء الله راه غنبدا غنعطيكم وقت محدد كاع في شهر 3 ولا في شهر 2 الاخر ديال شهر 3 كاع الاول ديالو غندير اللوح. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.